نبقى في حضرموت، حيث اعتقلت سلطة المحافظة مساء السبت رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري فؤاد راشد من مطار سيئون الدولي قبيل مغادرته إلى السعودية. شيع أبناء مدينة الشيخ جثمان الشهيد عبد العزيز مفتاح بن راشد في موكب جنائزي مهيبة. خرجت مسيرة احتجاجية في ساحة الشهداء بمديرية المنصورة رغم محاولة ميليشيا الانتقالي منعها للمطالبة بتوفير الخدمات، لأن أولا لا يمتلك استطاعة إعلان حالة الطوارئ داخل عدن، إضافة أنهم الجهة الأضعف التي خرجت وأعلنت على حالة الطوارئ.